أغتنم هذه الفرصة لأرسل أحرص التهاني إلى جميع أعضاء المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة على هذا الإنجاز الرائع. أحيي اللاعبين أولا الذين قاتلوا مثل المحاربين، الجهاز الفني على رأس المدرب أرسقي رمان على العمل الرائع الذي أنجزه على مدار السنوات الثلاثة الماضية، وكل الأطقم المختلفة لأن الانتصار جميل وجماعي على الرغم من الصعوبات الكبيرة والمباريات الصعبة. عرف اللاعبون كيف يحاولون أو يتجاوزون الخصوم لتحقيق هدفهم وإسعاد الشعب الجزائري. لم أنسى اليوم الذي حضرت فيه افتتاح أكاديمية سيدي بالعباس. في ذلك اليوم رأيت شبانها الذين حلموا بشيء واحد فقط، أن يصبحوا لاعبين كبار وأن يرتدوا قميص منتخب الوطن الجزائري. آمل أن لا يتوقفوا عند هذا الحد، لأن الرحلة ما زالت طويلة محفوفة بالمخاطر من أجل تحقيق أهداف أخرى. أتمنى أن يستمروا في العمل وتجاوزوا كل الصعوبات لتحقيق النجاح. ألف مبروك للجميع وإن شاء الله المزيد من النجاحات. لا تنسوا لايك وتعليق وشكرا.